السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة مختلف شوية، ترفيهي على شوية معلومات على السريع جدا. النهاردة عندنا تحدي 54 دولة أفريقية، هنعرض تحدي ال 54 دولة أفريقية وأشوف أنا هعرف كم علم من أعلام الدول دي. المفروض إن أنا راجل بتاع كورة فعارف أعلام الدول لأني بشوف الدول دي كتير، فأخش التحدي وبسرعة رهيبة هنحل الأسئلة بتاعة التحدي، وبعدين كل واحد فيكم يشوف الاعلام اللي هو معرفهاش يقول لي هو غلط كام غلطه في الاعلام، لان في اعلام صعبه جدا جدا، في دول اصلا يمكن في ناس فينا ما يعرفوش الدول دي اسمها ايه. فيلا نبدا التحدي ونشوف احنا هنجاوب على كام سؤال صح وكام سؤال غلط. يلا بينا. اول حاجه دي الفرقة اللي المفروض فوزنا عليها 3-0 في كأس الأمم الأفريقية دي، تنزانيا لا يمكن أنساها. دي طبعا السنغال 1-0 في النهائي، ودي دي مش الألجيريا ولا كوت ديفوار، دي النيجر، ودي مالي، ودي طبعا كينيا اللي فوزنا عليها برضو، ودي مش المغرب ومش موريتانيا، تبقى اثيوبيا، دي مش ليبيريا تقريبا، واعتقد ان هي جيبوتي مظبوط، دي طبعا الكاميرون معروفة جدا، دول ابطال افريقيا حبايب قلبي. ودي ايه بقى، دي توجو ولا الصومال ولا تونس؟ دي توجو. اوه ماشي، دي توجو. ايه بقى ده يا جماعة، ايه بقى العالم ده؟ ايه الوان الطيف دي، تطلع عالم ايه؟ عايز اعرف. اريتريا ولا سيشل ولا كاب فيردي؟ اعتقد كاب فيردي. غلط 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 غلط، الاعلام الوان الطيف دي يا جماعة سيشل، الوان الطيف دي سيشل، للأسف غلطة مطبوعية مني. طيب نيجيريا طبعا، ودي دولة عربية، موريتانيا دي معروفة. ايه بقى العالم ده، لسوتو ولا بوتسوانا ولا النيجر؟ ايه العالم ده؟ طب انا هقول حاجة، لسوتو انا سمعت اسمها كتير، وبوتسوانا سمعت اسمها كتير، والنيجر سمعت اسمها كتير في الكورة في افريقيا، فاعتقد دي لسوتو. يس يس لسوتو، يبقى لسوتو يا جماعة هي اللي علمها ازرق وابيض واخضر وفي النص عروسة. طيب دي انا عارفها، دي اوباميانج طبعا الجابون. طيب دي جمهوريه الكونغو، بس انهي واحده بقى فيهم، ريبابليك اوف ذا كونغو ولا ايه دي، ولا ديمقراطيك ولا الديمقراطيه؟ ديمقراطيه. اوبا يس الديمقراطيه، والله ما اعرف الفرق بس ماشي الديمقراطيه، جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. طيب النجوم الكتيرة دي ايه بقى؟ اعتقد مش السودان طبعا، فهي اريتريا او كاب فيردي، اعتقد كاب فيردي. يس كاب فيردي، يبقى كاب فيردي يا جماعة العالم ازرق كله، وفي خطين بيض وخط احمر وشوية نجوم. طيب دي انجولا طبعا، ودي حبايبنا تونس الخضراء، ودي دي ايه بقى، موزمبيق؟ لا دي مش موزمبيق، دي موريشيوس او سيراليون، بتهيألي مش موريشيوس، لأن العالم ده أنا ما شفتوش كتير، ده ممكن يبقى سيراليون. يس سيراليون. طيب ده ريبابليك أوف كونغو، مش السنغال ومالي، يبقى كونغو ماشي، يبقى الكونغو. طيب دي بقى، ده إيه العالم ألوان الطيف ده، إيه يا جماعة؟ مش زيمبابوي، موريشيوس ولا استواني؟ حد كان يعرف ان في دولة اسمها استواني، اسواتيني قصدي، استواني ايه، سواتيني في افريقيا. طيب عموما انا اعتقد ان دي اسواتيني. غلط غلط غلط، طلع الوان الطيف ده يا جماعة علم موريشيوس مش سواتيني. طيب بالعلم اللي شبه امريكا ده، علم ايه بقى، مش توجو، هو ليبيريا تقريبا، مش ساوتومي، ما اعتقدش هي ليبيريا هي اللي علمها كده، ليبيريا مظبوط. طيب العالم ده برضو اول مرة اشوفه، اعتقد ملاوي.
الاحصائيات غلط. جامبيا، العلم ده يا جماعه طلع جامبيا مش ملاوي، غلطه مطبعيه عندي. طيب ده علم مصر طبعا، وطني العزيز الغالي. طيب دي العلم ده انا عارفه، هقول لكم ليه. افريقيا الوسطى طبعا كانت عملت معانا ماتش تاريخي، فالعلم ده في النص فيه علامه حمراء كده او خط احمر، عشان كده انا بقول عليه الوسطى، يبقى ده افريقيا الوسطى، نجمه وشويه الوان بس فيه في النص خط احمر، فبيبقى افريقيا الوسطى 100 100. طيب ده توجو ولا بنين؟ ده مش توجو بتهيألي، ولا تونس، يبقى ده بنين. يس بنين. طيب اللي بعده ده اوغندا اللي لعبت معانا في مصر، فانا فاكرها كويس قوي اوغندا. ده بقى مش المغرب طبعا ومش موريتانيا، يبقى على طول الصومال، بس ما كنتش اعرف صراحه ان هو الصومال. صوماليا، يبقى الصومال يا جماعه علم ازرق جواه نجمه بيضة. طيب بعد كده العالم ده معرفوش، بس مش زامبيا وبالتالي مش بوتسوانا، هو لا بوتسوانا لا رواندا، اعتقد ان هو رواندا. يس ده علم رواندا. المغرب حبايب قلبنا، وليبيا جارتنا العزيزه، ودي طبعا غانا اللي احنا علمنا عليها في كاس عالم، وهي علمت علينا مره في كاس عالم. طيب الشجره اللي في النص دي ايه بقى؟ ده مش السودان، بس ممكن يكون جنوب السودان ولا سواتيني، لا انا مش عارف بصراحه، بس اعتقد ان هو ممكن يبقى غينيا. يس يس غينيا يا جماعه، غينيا الاستوائيه، شجره كده يبقى ده غينيا الاستوائيه، وعامل زي علم السودان كده بس مش نفس الالوان يعني. طيب ده العلم ده بيفكرني بعلم رومانيا، بس انا اعتقد ان ده تشاد. يس تشاد. طيب علم ازرق وفي النص خط اسود، ده يطلع ايه؟ بوتسوانا ولا القمر؟ لا مش القمر ومش ناميبيا، يبقى بوتسوانا. يس. طيب ده طبعا زامبيا معروفه جدا الرصاصات السوداء، وده طبعا معروف جدا ساوث افريكا، وده معروف جدا احنا فزنا عليها في كاس الامم اللي هي موزمبيق، ده اللي لعبت في كاس الامم الافريقيه في مصر بقى، دي مدغشقر عملت ماتشات حلوه جدا. دي مالي بتهيالي، لا مش مالي، دي غينيا او زيمبابوي او ناميبيا، اعتقد غينيا. غينيا مظبوط. لا ده معرفوش بقى، ده ايه بقى؟ ايه بقى العالم ده يا جماعه؟ اول مره في حياتي اشوفه. طيب اريتريا ولا ليسوتو ولا سواتيني؟ سواتيني ممكن. غلط غلط غلط، ده طلع اريتريا يا جماعه، العالم ده طلع اريتريا، عالم شكله غريب جدا. طيب اغرب عالم يمكن ده في افريقيا، ده طلع عالم اريتريا. طيب العالم ده بقى انا عارفه كويس جدا، ليه؟ شايفين القمر ده؟ القمر ده والنجوم اللي هي الجزر، يبقى انا بيتهيالي ان ده جزر القمر، مش بيتهيالي انا عارف ليه؟ لان انا معلمه كده، قمر وشويه نقط في النص كده اللي هي الجزر، يبقى جزر القمر. طيب ده طبعا بوركينا فاسو معروفه جدا، ده زيمبابوي معروف جدا، ده ايه بقى؟ ده ايه؟ مش السودان، ممكن ما يكونش ناميبيا، ممكن يكون جنوب السودان. يس جنوب السودان. طيب مش زامبيا ومش تونس، العالم ده مش زامبيا ومش تونس، يبقى ساو تومي مظبوط. طيب دي ناميبيا اعتقد، ناميبيا مظبوط. ده بقى معرفوش، بس مش غينيا بتهيالي ولا الجابون، ده ممكن يبقى علم ملاوي مظبوط. طيب دي مش غانا، دي حاجة من الاتنين، لا غينيا بيساو، لا هي غينيا بيساو اللي نظمت كاس أمم أفريقية قبل كده بتهيألي، غينيا بيساو مظبوط. طيب إيه العالم ده بقى لا مؤاخذة؟ إيه العالم ده بجد؟ سواتيني موريشيوس سيشل، لا يمكن أعرف العالم ده، أول مرة في حياتي أشوفه، بس موريشيوس وسيشل أنا شفتهم في الكورة قبل كده، بس العالم ده ما شفتوش. ممكن يبقى سواتيني. يس سواتيني سواتيني سواتيني. حد كان يعرف ان في حاجة اسمها سواتيني اصلا في افريقيا؟ وحد كان يعرف العالم ده؟ غريبة جدا يا جماعة. طيب ده علم كوت ديفوار طبعا،
وده علم بوروندي اللي تألقت في كأس الأمم الأفريقية في مصر، وده علم السودان. مظبوط، يس. جبت 50 من 54، جبت 50 من 54، يعني أنا جاوبت 4 إجابات غلط. وأنت بقى معايا قول لي أنت جاوبت كام إجابة صح وجاوبت كام إجابة غلط، وإيه العلم اللي أنت ما كنتش تعرفه خالص، أو البلد اللي أنت ما كنتش تعرفها خالص في أفريقيا. عشان ما طولش الفيديو أكتر من كده، لأن في تحديات تانية كتير، هسيب لكم لينك الموقع ده تحت الفيديو، فهتلاقوه في الديسكريبشن تحت الفيديو، علشان اللي يحب يختبر نفسه، لأن في تحديات تانية كتير لها علاقة بالرياضة والكورة، فهتعجبكم جدا. ممكن أعمل لكم واحد تاني إن شاء الله لو الناس حبت. يعني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو حبيت، ولو أنت مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب للقناة، واشوفكم في التحدي الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.